شباب حسام الدين، لا توقفنا أي أزمة وهنتحدى بالتعليم، وبنستنى معاد نتلاقى على شاشتنا حسام الدين. حبايبي طلاب مدارس حسام الدين، أهلا وسهلا بكم. معكم محمود مرسي مدرس اللغة العربية. هنتواصل مع بعض وهنتعلم عن بعد مدارس على شاشة مدارس حسام الدين. يلا بينا نشوف موضوع درسنا النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب مدارس حسام الدين الخاصة، أهلا وسهلا بكم. الصف الأول الابتدائي، النهاردة يا أولاد هنرجع تاني مع بعض مراجعة عامة. عندنا يا أولاد أول صفحة نفتحها مع بعض يا أولاد في الكتاب، صفحة 10، لاحظ وتعلم، لاحظ وتعلم. نفتح الكتاب يا أولاد، نشاط 1 بيقول يا أولاد اقرأ ولاحظ. هنقرأ يا أولاد اسم الفاكهة دي أو الصورة دي يا أولاد، وهنشوف أول حرف حرف إيه، ونحط طبعا دايرة عليه مع بعض. أول صورة يا أولاد صورة فراولة، أول حرف حرف إيه؟ أحسنت يا محمد، حرف الفاء. تاني صورة يا أولاد مين يقول لي؟ أحمد، أحسنت، تمساح اللي هو أول حرف حرف إيه يا أولاد؟ حرف التاء. تالت الصورة، أحسنت يا جنى، بطة، حرف إيه؟ حرف الباء. آخر صورة يا أولاد شفت إيه؟ ثلاجة، ثلاجة، وهو حرف إيه؟ حرف إيه؟ حرف الساء. أحسنتم جميعا. النشاط الثاني يا أولاد نفس الصفحة، خليكم معايا، كله يفتح كتاب يا أولاد ونكتب. بيقول ايه؟ اكتب الحرف الاول مع ضبطه بالشكل، اكتب الحرف الاول مع ضبطه بالشكل. اول صورة يا اولاد صورتي مين يقول لي؟ نفكر يا اولاد مع بعض، نلتزم قانون الاشارة. اتفضل يا محمود، بيت، وحرف بيت ايه الحرف الاول؟ حرف الباء. طب على ايه يا اولاد من الحركات بتاعتنا؟ بيت، بيت الباء عليها فتحة. أحسنت يا محمود. تاني صورة مين يقول لي؟ ندى، تفاح، أول حرف يا أولاد حرف إيه؟ التاء. التاء على إيه يا أولاد؟ عليه ضمة. أحسنت يا ندى، نكتب يا أولاد حرف التاء عليه ضمة. طب الصورة يا أولاد فراشة، فراشة، الفاء على إيه يا أولاد؟ عليه فتحة يا أحمد. أحسنت، نكتب يا أولاد فاء ونكتب عليها من فوق كده فتحة يا أولاد الحركة بتاعتنا. آخر صورة قطة، قطة، حرف القاف تحتيه يا أولاد كسرة. أحسنتم. نشاط تلاتة يا أولاد في نفس الصفحة بتاعتنا، كل يكتب معايا، اكتب شكل الحرف متصلا، أول حرف حرف الفاء. عارفين يا أولاد بنكتب شكل حرف متصل إزاي؟ ده متعلمنا. كل يكتب يا أولاد حرف الفاء متصل، وهيكون قبليه حرف يا أولاد وبعديه حرف. نكتب تاني حرف يا أولاد، نكتب حرف إيه؟ التاء متصلا. حرف التالت يا أولاد ثاء. الأخير الباء. نكتب يا أولاد شكل حرف متصل زي ما اتعلمنا مع بعض يا أولاد. أحسنتم. نشاط 4 يا أولاد صفحة 11، بيقول إيه؟ اقرأ وصل. تعال اقرأ يا أولاد الحروف مع بعض ونشوف الصور اللي عندي عشان نوصلها. حرف اللام، النون، الصاد، السين، قاف، الضاد، الشين. نشوف الصور يا أولاد اللي عندي تحتها، صور السمكة. طب سمكة بتبدأ بحرف إيه؟ حرف السين. أحسنت يا نالا، نوصل سمكة بحرف إيه؟ السين. تاني صورة يا أولاد صورة مين يقول لي؟ يلا يا مالك. أحسنت يا مالك، قرد، حرف إيه؟ القاف. نوصل صورة قرد يا أولاد بحرف القاف. تاني صورة يا أولاد مع بعض، نمر بيبدأ بحرف إيه؟ أحسنت يا مازن، النون. نوصل صورة النمر بحرف إيه يا أولاد؟ النون. تاني الصورة فكر مع بعض، صورة ايه؟ صاروخ. صورة ايه؟
صاروخ. طب الصاروخ يا اولاد بيبدا حرف ايه؟ الصاد. نوصل، احسنتم. الصوره اللي بعدها يا اولاد صوره ايه؟ شمس، بتبدا بحرف ايه؟ الشين. نوصل يا اولاد مع بعض، تمام. الصوره قبل الاخيره يا اولاد ليمون، بيبدا بحرف ايه؟ اللام. احسنت يا مازن، نوصل صوره ليمون بحرف ايه؟ اللام. واخر صوره يا اولاد صوره ايه؟ صورتين، نفكر مع بعض، نفكر يا اولاد. سنه، سنه ايه؟ اسناننا يا اولاد، تبدا بحرف ايه؟ السين. احسنتم جميعا. تعال يا اولاد نشاط 5، قلنا ايه؟ اكتب الحرف الناقص، اكتب الحرف الناقص. عندنا حروف يا اولاد اللام، النون، الصاد، الضاد، الشين، السين، القاف. عندنا اول صوره يا اولاد صوره شمس، مكتوب منها حرف ايه؟ الشين والميم. يبقى ناقص حرف يا اولاد، نفكر مع بعض. احسنت يا احمد، ناقص حرف السين. بنكتب حرف ايه مع بعض يا اولاد؟ السين. طبعا كلنا بنعرف نكتب يا اولاد. الصوره اللي تحتها يا اولاد صوره درس، صوره ايه يا اولاد؟ درس. المفروض نكتب حرف ايه؟ نفكر مع بعض. هو مكتوب من اخر حرفين الراء والسين، يبقى ناقص حرف ايه؟ الضاد. احسنتم. السور اللي بعدها يا اولاد قلم، قلم تبدا بحرف ايه؟ احسنت يا محمد، القاف. وعندنا مكتوب اللام والميم، ناقص حرف ايه؟ قاف. نكتب حرف القاف قدامنا يا اولاد، هنكتبه قدامنا. السور اللي بعدها سورة دي لبن، مكتوب منها ايه؟ الباء والنون، ناقص حرف ايه؟ اللام. لبن. احسنتم. الصوره بعدها صوره بنت، ناقص الحرف اللي في النص اللي هو حرف ايه؟ مكتوب الباء، واخر حرف مكتوب التاء، ناقص حرف ايه؟ النون. قدامنا نكتبه. احسنتم. واخر صوره يا اولاد صوره ايه؟ مقص، مقص. ناقص حرف ايه الاخير؟ حرف الصاد. احسنتم جميعا. نشاط 6 يا اولاد نفس الصفحه، صفحه 11، ارسم دائره حول الحرف الصحيح، ارسم دائرة حول الحرف الصحيح. أول صورة يا أولاد نفكر مع بعض. أحسنت يا أحمد، ساعة، ساعة. يبقى عندنا الحرف ساعة يا أولاد، صح نرسم دائرة حول حرف الشين ولا السين؟ السين. كل يرسم دائرة يا أولاد حول حرف السين. ثاني صورة يا أولاد صورة ضبع، ضبع. الضبع يا أولاد بيبدأ حرف الصاد ولا الضاد؟ احسنتم، ضاد. نرسم دايره حول حرف ايه؟ ضاد. الصوره بعدها ليمون، ليمون. بيبدا بحرف ايه يا اولاد؟ اللام. احسنتم، نرسم دايره حوالين حرف ايه؟ اللام. الصوره بعدها يا اولاد قصر، قصر. قصر بيبدا بحرف ايه؟ القاف. احسنتم. نشوف يا اولاد الصفحه اللي بعدها. عندنا يا اولاد صفحه 15، شاط 15 بيقول ايه؟ لاحظ واكتب كلمه. هنشوف يا ولد الصوره دي صوره ايه ونكتب الكلمه بتاعتها. طبعا كلنا خلاص كبرنا دلوقتي وبنعرف نكتب يا ولاد لوحدنا. اول صوره مين يقول لي ومين يعرف اكتب؟ احسنت يا محمود، بيت، بيت. يطلع يكتب على السبوره. احسنت. باء، تاء، باء، ياء، تاء، بيت. ثاني صوره يا ولاد بص كويس، ذهب. اللي يكتب معايا يا اولاد ذهب. ذال، هاء، باء، ذهب. اللي بعدها يا اولاد صورتي دي تمر. احسنتم. مين يكتب تمر؟ احسنت يا مالك، تاء، ميم، راء، تمر. اخر صوره يا اولاد مكتب. مين يعرف يكتب كلمه مكتب؟ احسنت يا زياد، ميم، كاف، تاء، باء، مكتب. نشاط 16 يا اولاد بيقول لي ارسم دائره حول الحرف الصحيح، نفس النظام احنا حليناه لسه من شويه يا اولاد. اول صوره صوره ايه؟ سياره. طب سياره بتبدا بالصاد ولا بالسين؟ احسنتم، بالسين. نعمل دائره حول الحرف ايه يا اولاد؟ السين. تاني صوره قلم، القلم بيبدا بالكاف ولا القاف؟ قاف. احسنت. نعمل دايره يا اولاد حوالين ايه؟ حرف القاف.
صورتي دي ضفدع. ضفدع يا ولاد دي ده حرف ايه؟ الضاد ولا الدال؟ الضاد. هنرسم دايره. واخر صوره ذره. الذره دي بحرف ايه؟ الذال. احسنتم، نرسم دايره يا ولاد. نشاط 17 يا ولاد، اكتب الحرف الناقص. اكتب الحرف الناقص. اول صوره يا ولاد صورتي راس ناقص حرف ايه؟ السين. قول لي اكتب حرف السين يا ولاد. تمام. ثاني صوره درس ناقص حرف ايه؟ ضاد. نكتب حرف الضاد. الصوره الثالثه سمك ناقص حرف ايه؟ كتاب. احسنتم. واخر صوره يا ولاد جذر. جذر ناقص حرف ايه؟ الذال. احسنتم. الصفحه اللي بعدها يا ولاد بيقول ايه؟ صفحه 20. انا عدي بقى نفتح صفحه 20 مع بعض. دي مراجعه عامه يا ولاد عاملينها الكل. نشاط 6 حدد حرف المد والحرف الممدود في الكلمات التاليه. عندنا الكلمه المد والممدود زي ما موجود في الكتاب قدامك. اول كلمه ضابط، مين يقول حرف المد؟ احسنت يا محمد، حرف الالف. طب ايه الحرف الممدود؟ قبل حرف المد على طول يا ولاد زي ما كنا اخدنا قبل كده، حرف ايه؟ الضاد. احسنتم. تاني صوره، تاني كلمه انا اسف، قارب. قارب ايه حرف المد يا ولاد؟ الالف. احسنتم. مين حرف الممدود اللي قبليه على طول؟ القاف اللي عليه فتحه. اللي بعدها دجاج. دجاج فين حرف المد؟ الالف. فين حرف الممدود؟ الجيم. احسنتم. نشاط 7 يا اولاد، ادمج المقاطع لتكون كلمه. عاوزين يا اولاد ندمج الحروف دي مع بعض عشان نطلع كلمه. اول كلمه يا اولاد مين يقول لي؟ الالف لام مع الواو والالف مع النون. الوان. كله يكتب يا اولاد، ندمجهم مع بعض يعني نلزقهم في بعض يا اولاد. الوان. ثاني كلمه اصحاب. ثالث كلمه حذاء. رابع كلمه والاخيره اطفال. كله كتبهم يا اولاد؟ احسنتم. تعالى يا اولاد نشاط 8 حلل. نشاط 8 حلل الكلمات التاليه. تحليل الكلمات يا اولاد مهم جدا. تعالى نشوف مع بعض. اول كلمه مفتاح. مفتاح يا اولاد تعالى نحلل مع بعض. قلنا احنا الحرف السكون بياخد الحرف اللي قبليه المتحرك، الميم مع الفاء. كله كتب؟ تمام. تاني مقطع يا اولاد المد مع الممدود. تاني مقطع يا اولاد المد مع الممدود. الالف مع مين اللي قبليه؟ لازق فيه التاء. احسنتم. واخر حاجه يا اولاد حرف ايه؟ الحاء. الكلمه بعدها شراع. مين مع مين يا اولاد؟ الشين لوحدها. كله يكتب معايا. الراء مع ايه؟ الالف. احسنتم. واخر حرف يا اولاد العين. الكلمه بعدها اسنان. نشوف يا اولاد ايه اول مقطع؟ الالف وتاخد مين؟ السين، عشان السين ايه؟ ساكنه. اول مقطع. تاني مقطع المد ياخد اللي قبليه الممدود، اللي هو الالف تاخد مين قبليها؟ النون. واخر مقطع النون وحدها. اخر كلمه قطار. قطار كلمه قطار يا اولاد اول مقطع ايه هو؟ القاف. تاني مقطع قلنا الممدود ياخد المد اللي بعديه الطاء مع الالف. اخر مقطع الراء. احسنتم يا اولاد. نشاط 4 صفحه 36 يا اولاد. كله افتح معايا صفحه 36. نشاط 4 بيقول ايه؟ عبر عن الصوره مستخدما هذا وهذه. عبر عن الصوره مستخدما هذا وهذه. اول صوره يا اولاد كتاب، ياخد هذا ولا هذه؟ احسنتم. هذا كتاب، عشان كتاب مذكر يا اولاد زي ما درسنا ان هذا وهذه مع بعض. هذا بيجمع الولد المذكر وهذه بيجمع البنت المؤنثه. تاني صوره يا اولاد قطه. قطه. قطه تاخد هذا ولا هذه؟ هذه. احسنتم. هذه قطه. نكتب يا اولاد مع بعض. كره. هذا ولا هذه؟ هذه كره. واخر صوره يا اولاد قلم. قلم ياخد هذا ولا هذه؟ ياخد ايه؟ هذا قلم. ادمج المقاطع لتكون كلمه يا اولاد، خدناها في النشاط قبل كده برضو. اقلام. اول كلمه اقلام. احسنتم. ثاني كلمه احلام. ثالث كلمه يا اولاد كتاب. رابع كلمه خيار. تمام يا اولاد كل كتب. احسنتم. نشاط 6 يا اولاد اكمل بانا ونحن. احنا قلنا انا تيجي مع المفرد ونحن تيجي مع ايه؟ الجمع. طب تعالى نشوف اول كلمه كبير. كبير ياخد انا ونحن. احسنت يا احمد. انا كبير. اللي تحتها اصحاب. اصحاب. اصحاب دول كام واحد؟ كتير. يبقى انا ونحن. نحن اصحاب. تمام.
اخر كلمه مين يقولها؟ يلا يا اسماء. طبيب تاخد انا ونحن، انا طبيب. احسنتم. الناحيه الثانيه يا اولاد الكلمه دي ايه؟ بنات. البنات تقول على نفسهم انا ونحن، نحن ناخد ايه؟ نحن يا اولاد. قدامنا الكلمه احنا نكتبها بس، والسور اللي بعد الكلمه عليها يا اولاد ولد. ولد انا ولا نحن؟ انا ولد. واخر سور يا اولاد صغار، تاخد انا ونحن، نحن صغار. نشاط 3 يا اولاد صفحه 50 بيقول ايه؟ لون الصوره التي بها مد بالواو. تعالوا نشوف يا اولاد الصوره بها مد بالواو وهنلونها. اول صوره يا اولاد حوض، فيها مد بالواو؟ تمام ايش. تعالوا الصوره بعدها ثوم، 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 فيها مد بالواو؟ نشوف يا اولاد نفكر مع بعض. احسنتم. اللي بعدها يا اولاد فانوس، فانوس، فيها مد بالواو؟ اه فيها، نلونها. بعدها موز، موز، فيها مد بالواو؟ احسنتم. على نجوم، نجوم، فيها مد بالواو؟ اه فيها، نلونها. احسنتم. اخر كلمه بطه، فيها مد بالواو؟ مفيش واو اصلا. احسنتم. نشاط 4 يا اولاد نفس الصفحه صفحه 50 مع بعض، ارسم دائره حول الكلمات التي بها مد بالواو. تعالى نشوف الكلمه ليمون، فيها مد بالواو؟ اه فيها، الواو ما عليهاش حاجه، اللي قبلها عليها ضمه. دايره يا اولاد تحتها محمود، فيها مد بالواو؟ تمام. حط دايره يا اولاد قصادهم برقوق، فيها مد بالواو؟ اه فيها. تمام. فهود، فيها مد بالواو؟ تمام. اه دايره. معلم، فيها مد بالواو؟ لا نسيبها. عظمه، عظمه، فيها مد بالواو؟ لا نسيبها. تعالى نشاط 5 يا اولاد حدد حرف ممدود في الكلمات التاليه. اول كلمه بيقول لها ايه؟ طاووس، طاووس. ايه الحرف الممدود؟ حرف ايه؟ الواو. احسنتم. اللي بعدها يا اولاد تحتها يوسف، يوسف. ايه الحرف الممدود؟ الياء. اللي بعدها اخطبوط، ايه الحرف الممدود؟ الباء. احسنتم. الكلمه بعدها وجوه، ايه الحرف الممدود؟ الجيم. اللي بعدها لحوم، ايه الحرف الممدود؟ الحاء. اللي بعدها خيول، ايه الحرف الممدود؟ حرف الطاء. حبايبي يا رب نكون استفدنا من موضوع درسنا النهارده. مستني استفساراتكم، تعليقاتكم على صفحه المدرسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.